بالفيديوهات السابقة حكينا عن ليزون كوفالونت وليزون يونيك، ورجعت حكيت عن ليزون كوفالونت تحديدا انه فينا نشرحها لهيدي الليزون كيف انا بقدر اشرحها، كمان كيف بقدر ارسمها. هلا رح احكي عن اكزامبل عن ليزون كوفالونت سامبل تحديدا. اول شيء لما بقول ليزون كوفالونت سامبل لازم اعرف انه هي بتكون بين نو ميتال ونو ميتال، كمان تذكير بمعلومات ديش حكينا عنها. لما بقول نو ميتال يعني أنا عم بحكي عن الإيدروجين، عن الإلمون اللي بيكونوا موجودين بالكولون 14 كانسيز ديسات، هول لازم تكون نحن حافظينه منيح كرمال ما نغلط. كمان أنه بيكون في عندي ميز أون كوما، بس هلأ هون بدي نبهكم لشغلة أنه أنا لما بقول ميز أون كوما، ميز أون كوما خبريت ميز أون كوما يعني أنا بكون شرحت فعليا خبريت الكوفالانت. كلمة سامبل هاي لأقدر أشرحها بدي شوف كم في عندي بير دالكترون، يعني هاي بير دالكترون يعني قلت انا ليزون كوفالونت يعني بكون في عندي ميز اون كوما، كم عدد البير هي وحده بس يعني ليزون كوفالونت سامبل. رح نحكي عن المولكيول ديدروجين. اول شيء الاش مثل ما قلت لكم هي صح موجوده بالكولون او الكولون ا هن ميتو، بس الاش هي اكسبسيون، هي نو ميتال. دونك الاش هي نو ميتال، وانا لما قلت هيدي قلت اش 2 يعني كان في عندي اش 2 اش، يعني اش واش حتى، اوكي يعني نو ميتال اللي هي اول اش، ثاني اش هي نو ميتال، يعني الليزون حتكون ليزون كوفالنت. فعليا هيدي الاش اذا نحن رحنا كتبنا لها الكونفيجوراسيون الكترونيك هي ك لانه هي اصلا ما عندها الا الكترون واحد، دونك عندها واحد الكترون على الك، وبالتالي الريبريزنتاسيون دي لويس كيف بكتب اللويس، بحط الاليمون اللي هو اش وبحط قد ايه عنده الكترون سليباتير، اصلا هي الكترون دي فالونس هي بس دونك حطيتها هي نفسها الالكترون سليباتير ثابت هون. فهيدي هي الاش عندها الكترون دي فالونس، قد ايه هي بحاجه لتطبق الريجل دي دي، قلنا الهيدروجين بتطبق الريجل دي دي وتصير ستابل، لازم الكا قد ايه يكون عليها، لازم يكون عندها دو الكترون، يعني هي بحاجه قد ايه هون، بحاجه بعد واحد. بيجي لتاني هيدروجين نفس الخبرية منه مثل هيدا، كمان هو عنده كا كوش كا وعليها الكترون، تمام. لتطبق الريجل دو دي يعني يصير عندها اثنين، قد ايه هي بحاجة كمان بحاجة واحد، اوكي. هذا الهيدروجين بيقول انا بحاجة واحد الكترون، هذا الهيدروجين بيقول انا بحاجة واحد الكترون. لو انه هيدا الهيدروجين بده يعطي هيدي الاش، بده يعطي هاي التاني الالكترون، يعني راح الالكترون من هون لهون، هاي بطل عندها شيء، ما بيمشي الحال، يعني ما في واحد يربح وواحد يخسر. فهن شو بيقولوا؟ بيقولوا طيب فينا نحن نكون قراب لبعض، نقرب على بعض ونحط هيدول الالكترون اللي نحن عنا يون هاي وهاي بيناتنا. دونك كيف يعني؟ دونك قلنا هيدا هو اول هيدروجين اللي انا عندي اياه هون، هيدا الالكترون اللي له، وهيدا تاني هيدروجين، دونك هيدي الاش أول أش بس نحن رسمناها بطريقة معينة، وهيدا تاني أش، وهول الإلكترون اللي هن شو بيناتهم، فهن بيقربوا على بعض. لايكوا كيف صاروا، حطوا الإلكترون بالنص، يعني مات أون كوما لريلكترون دي فالونس، حطوا الإلكترون بيناتهم، كأنه هيدي الأش قطاع عندها صار عندها واحد اثنين، يعني صارت كادو، كأنه هيدي الإيدروجين شو صارت كادو، يعني كأنه كل واحدة عندها دو، بس اني فعليا شو عملوا، حطوا اثنين بالنص بيناتهم صاروا يقدروا يتشاركوهم. دونك هيدي كم في عندي بير، في عندي امبير دي الكترون، يعني تشاركوا بس واحد، يعني هي ليزون كوفالونت سامبل. دونك اليا ميز اون كوما دان دوبلي الكترونيك ليونت انتر لي دي اتوم ديدروجين، هيدا الميز اون كوما دان دوبلي بسمي ليزون كوفالونت سامبل. شفتوا كيف هن تشاركوهم لهالالكترون وحطوهم بيناتهم. طيب هلا ونحن هيك بنرسمها، اوكي مش رح اجي ارسم ايدين اكيد بالامتحان، بس بدي ارسمها رح ارسمها بهي الطريقه ورح يجي سؤال ونشتغله سوا. لي دي اتوم ديدروجين مت اون كوما ان دوبل الكترونيك اون فورمون ليزون كوفالونت سامبل، هيدا ديجا حكينا فيه، اوكي. كيف انا بيجي السؤال، بيجي السؤال انه مثلا اكري لا ستركتور دي لويس دي مولكيول اش 2. انا رح اقول لكم شو هن الخطوات، ديجا حكينا فيهم رح نرجع نوضحهم. شو هن الخطوات؟ أول شيء لازم تكتبوا الكونفيجوراسيون الكترونيك لكل أتوم. أنا شو عندي؟ عندي الأش، يعني بدي أكتب الكونفيجوراسيون الكترونيك للأش. هي زد إيجال أن، هيدا الأش هو أتوم ناتر، يعني نومبر دوز إلكترون، هو نفسه البروتون، هو نفسه الزد. يعني الكونفيجوراسيون الكترونيك حتكون شو؟ ك. تاني أش ما نفس الشيء، ما هن اتنيناتهم أش. دونك تاني حتكون كمان شو؟ ك.
تاني خطوة بتعملوها أكيد هول الخطوات أنتوا بتحفظوهم، ما رح نجيبهم من الامتحان لكم اكتبوهم، لا أنتوا بتكونوا حافظينهم. تاني خطوة بتكتبوا ريبريزونتاسيون دي لويس لكل أتوم. كيف بكتب الريبريزونتاسيون دي لويس؟ بروح بفتش كم إلكترون دو فالونس عندها واحد، بحط سامبول وبحط هيدا الواحد. يعني نحن فعليا كيف بنعملها بالامتحان، بحط أنا هيدا أش وبحط له هيدا الإلكترون دي فالونس، بحطه بون. أوكي، عندي تاني اش كمان نفس الخبرية برسمه بنفس الطريقة، يعني بيجي بحط اش لأنه أنا بس عندي اش بهيدا الموليكيل، دونك حطيت اش وحطيت هيدا البون. هلأ هون اون شوازي لاتوم سنترال، ديجا قلت لكم إذا أنا عندي بس اثنين ما بختار اتوم سنترال بالخطوات. ليه؟ لأنه الاتوم سنترال بده يكون عندي ثلاثة لأختار واحد بالنص، ما هن ما فيني أحط واحد بالنص، بحطهم حد بعض. وبرجع بدي اوصلهم بشكل انه انا حافظ على الراجل، يعني هول هاي الالكترون مع هاي الالكترون شو بتجي بتعمل؟ تعمل لي دوبلي، دونك بيجي بحطهم حد بعض مثل ما حطيتهم هون وبعملها دوبلي. هيدي ان دوبلي الكترونيك ليونت اللي وصلت لي هون، وهيك بكون انا رسمتها. يعني هن فعليا بالامتحان بدهم يشوفوا هيدي الرسمه، وبعدين انتم بتتعودوا على السرعه وبصيروا دغري تعرفوا ترسموها لهي. يعني يمكن انتم بالبارتيات اللي قبل بتعرفوا انه الاش لحالها هي هيك مثل ما كنا كاتبينها، فدغري فيكم تطلعوها، بس انا عم علمكم الاتاب اذا انتم ما بتعرفوا شيء عنا لهيدي الالمو غير الزت. طيب اذا قال لي مثلا هو بالامتحان عطاني دوكيمو، عطاني هيدا ستريكتور دي لويس للدي هيدروجين، وقال لي انتبهوا له للسؤال identifier la nature de liaison entre les deux atomes d'hydrogène. يعني شو هو الناتور؟ لما بيقول لي identifier دونك il faut dire pourquoi. بهيدي الحاله اطلعوا فيها كم في عند، اول شيء هن متشاركين الالكترون، يعني ميز اون كوما يعني ليزون كوفالونت. كم متشاركين؟ قد ايه عددهم هول الدوبلي؟ وحده، يعني ليزون كوفالونت سامبل. دونك شو بنقول؟ entre les deux atomes d'hydrogène il y a ميز اون كوما. هاي بالامتحان الرسمي عليها علامه كلمه ميز اون كوما. كم دوبلي؟ ان دوبلي، ما بدي اكتب بس دوبلي، بدي اكتب قد ايه؟ ان دوبلي، وبالتالي ليزون حتكون ليزون كوفالونت سامبل سلا. هي هي الاجابه الصحيحه. طيب هيك تعلمنا نرسمها، تعلمنا اذا هو اعطاني الرسمه كيف انا اقول له كيف جاوب على ايدنتيفيي لا ناتور دي ليزون، يعني شو نوع الليزون اشرحها. طيب كيف بدي اشرحها فعليا؟ اكسبليكي، اكسبليكي يعني بدي اشرح بالتفصيل هن ليش تشاركوا الالكترون. كمان برجع انا اعطيتكم بالفيديو السابق موجود، فيكم تعملوا سكرين شوت تاخدوها شو هن الجمل اللي انا بدي اعبيهم. انا شو في عندي؟ عندي الهيدروجين هو كولون ا، يعني هو شو؟ نو ميتال. النو ميتال مع نو ميتال شو بيعملوا؟ ليزون كوفالونت. يعني انا عم بحكي عن ليزون كوفالونت. اول شيء بقول هلا هون انا علمتكم انه بتبلشوا تقولوا لاتوم ديدروجين بتعبوا هون كم عنده الكترون دو فالونس. نحن شفنا انه عنده الكترون وحده، سير لا ديرنيير كوش. ليه؟ لانه هي كانت ك عندها الكترون. الى بيزوان، كان بحاجه وحده، الى بيزوان دا الكترون بو رياليزي، هاي اللي اخترناها دي اي ديفينير ستابل. هلا لانه اثنيناتهم اش، كرمال ما اكتب الجمله مرتين شو كتبت قبلها؟ شك. يعني انتو اذا انتو عندكم الاتوم مكرره مرتين فيكم تكتبوا قبلها شك، ما تكتبوا الجمله مرتين. دونك شو عم بيصير؟ الاتوم ديدروجين هيدي الاولى مي اون كوما، كمان بختار كم حطت ان دوبلي الكترونيك افيك لوتر اتوم ديدروجين. يعني شو التيب دي ليزون؟ هو ليزون كوفالونت سامبل. بكون حددت انه الهيدروجين شو عملت، هي قد ايه بحاجه، شو عملت مع تاني هيدروجين، شو هو الليزون تيب دي ليزون. اوكي، هيك انا بكون شرحت لهيدي الليزون. هنحكي عن اكزامبل تاني هلا هو الاش دو زو. بالاش دو زو لاحظوا الاش اخذناها من شوي هي نو ميتال، الاكسجين موجوده بالكولون 16 واساسا هو بيكون عاطيني الاكسجين الكونفيغوراسيون الكترونيك او نحن كاتبينها هي ك2 ال6، فانا بعرف من هيدا انه هي موجوده بالكولون 16 وبالتالي هي نو ميتال. نو ميتال ونو ميتال يعني بدهم يعملوا ليزون كوفالنت. كيف بيعملوا هيدي الليزون؟ ليكو هون انا عندي الاش هيدي اللي انا قلت لكم قبل شوي هي ك1، يعني عندها ان الكترون دو فالونس. اوكي، يعني هاي هي ريبريزونتاسيون
لا لي ريبريزونطاسيون دو لويس. الاكسجين كانت كادو ال 6، فلما جيت رسمت الكونفيغوراسيون الكترونيك سوري ريبريزونطاسيون دو لويس لها، حطيت عندها 6 الكترون دي فالونس، حطيتهم 1 2 3 4 5 6. لاحظوا هاي عندها الفالونس ايغال 2، هاي الفالونس ايغال 1. الكا لتصير ستابل الهيدروجين اللي هي الكا هي بحاجة كم الكترون لتصير ستابل؟ بحاجة واحد لتطبق الراجل دودية. قلنا دايما الهيدروجين بحاجة واحد لتطبق الراجل دودية، بينما ال بتطبق الاوكتيل لانه عندها كوش ال دونك الاكسجين، فهي بحاجة دو الكترون. فكأنه الاكسجين مد ايديها هاي وحدة وهاي وحدة والهيدروجين عندها وحدة. طب انا كم في عندي هيدروجين فعليا؟ عندي اثنين. بهيدي الحالة الاش عندها الكترون سليباتير، يعني الفالانس هو 1. لما بقول فالانس هو 1 يعني هي بتعمل ليزون وحده. الاكسجين لاحظوا هون كم قد ايه عندها الفالانس؟ الفالانس هو 2. لما بقول فالانس دي يعني هي بتقدر تعمل اثنين ليزون. شو بيصير فعليا بالاش 2؟ هيدي الاش عندها الفالانس ايجال 1، وهيدي الاش عندها الفالانس ايجال 1، وهيدي الفالانس ايجال 2. فأنا هون بدي اختار اتوم سنترال. إذا حطيت الأكسجين بالنص شو بتعمل؟ بتعمل الليزون مع وحدة من هيدي وهي مع التانية. دونك بهيدي الحالة هيك بتصير الاستابيليتي. الأكسجين بتمد إليها بتعطي إلكترون، بتتشارك إلكترون مع الأش، بتتشارك إلكترون مع تاني أش ليصيروا ستابل. كيف بدي أرسمها لهي؟ أكيد نحن بدنا نكتب الكونفيجراسيون إلكترونيك للإلمو مثل ما كتبتهم أنا من شوي للأش وللأو. بدي اكتب الريبريزونتاسيون دي لويس لكل اليمون. كمان كيف بكتب الريبريزونتاسيون دي لويس؟ بشوف انا على هيدا الكوش قد ايه في عندها 1 الكترون دو فالانس، بحط وحده. هون عندها 6 بعبي ال 6. هون بدي اختار اتوم سنترال، مين هو الاتوم سنترال اللي عنده فالانس اكبر شيء؟ كيف بجيب الفالانس؟ بعد كم عندها الكترون سليباتير؟ هيدي الفالانس 1، هيدي الفالانس 1، وهيدي الفالانس دي. فبدي احط الاكسجين انا بالنص. سلام. دونك الاتوم سنترال هو الاكسجين. شفتوا كيف حطيت الاكسجين اش لفوق واش على جنب؟ اكيد انتم فيكم تحطوهم وحده لحد من هالجهه وحده من هون عادي. دونك وبدي اجي اوصلهم كل الكترون مع الكترون بيعطوني شو؟ دوبلي الكترونيك ليونت. فصار هو هيدا الشكل هن بدهم اياه. طب اذا هن بالامتحان عطيوني هيدا الشكل وقالوا لي من خلال الشكل ايدونتيفي لا ناتور دي ليزون اونتر الاتوم اش اي شاك اتوم اكسجين، بكل بساطه بيجي انا بتطلع بين الاش والاو هون كان في عندي دوبلي وحده، بين الاش والاو كان في عندي دوبلي وحده، يعني اونتر او شاك اش. ليش عم بقول شاك اش؟ لانه نفس الشيء هون وهون اليا ميز اون كومان دان بير دو الكترون، يعني ليزون كوفالونت سامبل. اوكي بدنا ننتبه انا هون عم بقول كل اش، لو الاش اصلا ما بتعمل الا ليزون كوفالونت. فحطينا جواب لهذا السؤال. طيب شو كمان ممكن يطرحوا السؤال؟ انه اكسبليكي. هون بالاكسبليكي كمان بحط انه الاش هي نو ميتال والاكسجين هي نو ميتال، واكيد انا بحط ببال انه ليزون كوفالنت. بلش احكي على جمله لكل اليمو، يعني مثلا الاليمو هيدروجين مش هي اثنين، عشان هيك حطيت كلمه شاك. اوكي لانه مرتين مرقه ما بدي اكتبها مرتين. بقول اتوم هيدروجين كم عندها الكترون دو فالانس؟ عندها وحده على اخر كوش. دونك قد ايه هي بحاجه؟ بحاجه 1 الكترون لتطبق الريجل ديديه ادفينير ستابل. بينما الاكسجين عندها 6 الكترون لتصير ستابل، هي بدها قد ايه؟ بدها 2. ليه؟ لانه بدها تكون عندها الريجل دوكتي، يعني يكون عندها 8 الكترون ادفينير ستابل. شو عملوا فعليا؟ الاكسجين بختار الاتوم سنترال اللي بلش فيها للجمله. الور الاتوم اكسجين مي اون كوما كم دوبلي؟ ان دوبلي الكترونيك، عملت ان دوبلي من هون وان دوبلي من هون. فبقول ان دوبلي افيك شاك، هي عم برجع اقول شاك لانه في عندي 2 اش اتوم هيدروجين. يعني شو التيب دي ليزون بين الاو والاش؟ هي ليزون كوفالنت سامبل. دونك هون اختلفت شوي عن الاكزامبل تبع الدي هيدروجين. ليه؟ لانه هون عندي 2 اتوم، فانتو بتحكوا عن اول اتوم الاش قد ايه عنده الكترون دي فالانس، قد ايه بحاجه، شو هي الريجل ليصير ستابل. ترجعوا بتحكوا عن تاني واحد بنفس الطريقه،
برجع بقول انه ما انكم مع كومبيان دي دوبلي وبحدد